رئيس الوزراء يستعرض رؤية المرحلة الجديدة للاقتصاد بدعم القطاع الخاص، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم في هذا الشأن. قناة السويس تشهد عبور أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال، والفريق ربيع يؤكد أنه لا غنى عن القناة لدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية. بعد 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا، الكريملين يتوعد بتحقيق مزيد من الأهداف، والأمم المتحدة تحذر من تداعيات الأزمة. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية المصرية لدعم الاقتصاد استندت على إقامة بنية أساسية وتحتية قوية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن الفرص الاستثمارية ضمن فعاليات اجتماعات مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، حيث شدد رئيس الوزراء على أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لما كنا قادرين على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا، من بعدها الأزمة الاقتصادية العالمية. استطعنا من خلال مشروعات البنية الأساسية أن نخلق 5 مليون فرصة عمل دخل فيها شبابنا كلهم في هذا الوقت. الكلام ده الدولة المصرية أيضا مصاحبا وموازيا مع ذلك تبنت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية منذ نهاية عام 2016، والحمد لله يعني قدرنا من خلاله بنجاح يعني كبير بإشادة كل المؤسسات أن نعبر بالإصلاح بالاقتصاد المصري ونضعه على الطريق الصحيح. ويمكن احنا زي ما أنا قلت في كلمتي يعني أمس، لولا هذا الإصلاح الاقتصادي يعني لم تكن هذه الدولة بقادرة على الإطلاق على الصمود في جائحة كورونا. كما أشار رئيس الوزراء أيضا إلى وضع الدولة رؤية لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري تستند على دعم دور القطاع الخاص. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الدولة وضعت العديد من القوانين التي تهدف لبناء قاعدة تشريعية تنظم عمل القطاع الخاص وتسانده. الحقيقة إحنا كحكومة كنا وضعين رؤية أن مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية أن نبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري بإعادة دور القطاع الخاص بحيث يكون هو المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية. لأن إحنا من وجهة نظرنا كدولة نجحنا في أن إحنا نعمل البنية الأساسية اللازمة، ولكن أيضا عملنا بيئة تشريعية كانت مطلوبة في هذه الفترة أيضا لتشجيع أو تحسين مناخ الاستثمار والعمل. الحقيقة كان اتعمل مجموعة من التشريعات المهمة جدا، ويمكن هذكر على سبيل المثال تعديلات قانون الاستثمار، قانون المناطق الاقتصادية اللي بيعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق بعينها وتقدر إنها تحصل لها تنمية، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون حماية المنافسة والمنع الاحتكار، قوانين كثيرة الحقيقة اتعملت هدفها إنها يعني تمهد الطريق أيضا من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة. وفي إطار استعراضه رؤية واستراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتوقع تجاوز معدل النمو الإجمالي نسبة 6% بنهاية العام الحالي. أشار مدبولي إلى البدء في تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي، وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى قيام الدولة بوضع رؤية واضحة لتحرك مختلف القطاعات في إطار وثيقة ملكية الدولة. توقعاتنا ان احنا ان شاء الله هنتجاوز 6% كمعدل نمو اجمالي في خلال هذا العام المالي. كل ده بيدي رسائل مهمه جدا ان احنا كدوله اقتصادنا ديناميكي ومرن وقادر على النمو. احنا يمكن اتخذنا خطوات مهمه بالحقيقه بناء على توجيهات فخامه الرئيس، ويمكن دي كانت في شهر رمضان الماضي
الدولة المصرية يعني الحكومة عملت مؤتمر صحفي عالمي أعلنت عن مجموعة واضحة تماما من الخطوات اللي هنتخذها في خلال الفترة القادمة، وبالفعل بدأناها بتنفيذها. أول شيء الحقيقة احنا أعدينا وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودي يمكن وثيقة شديدة الأهمية، إنها بتوضح للعالم كله وللقطاع الخاص دور الدولة ورؤية الدولة لدورها في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. هدفها الرئيسي تشجيع مرة أخرى عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، بحيث تزيد نسبة مساهمة الاستثمارات القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 30% حالياً إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 أعوام. وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قد وضعت استراتيجية واضحة لتنمية معدلات نمو الصناعة في مصر. وفي هذا الإطار شدد مدبولي على أن تسعير الأراضي الصناعية سيتحدد وفقا لأسعار المرافق فقط، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مادة إعطاء الرخصة الذهبية بقانون الاستثمار للتيسير على المستثمرين. الدولة وضعت استراتيجية واضحة لتنمية وتشجيع والإسراع بمعدلات نمو الصناعة في مصر، وإحنا لدينا يقين كامل أن الصناعة هي المستقبل الحقيقي في خلال الفترة القادمة. والحقيقة عشان كده الدولة المصرية بدأت يعني تستجيب لبعض النقاط اللي كان يمكن بتظهر من لقاءاتنا مع كل رجال الصناعة من الخارج والداخل، ومع مجالس التصدير ورجال الأعمال والكلام ده كله. أهم شيء أن إحنا حددنا أن إتاحة الأراضي الصناعية ستكون دايما أراضي مرفقة، ولكن هيكون المبدأ في تسعير الأراضي هو سعر المرافق فقط. تم تفعيل مادة مهمة جدا في قانون الاستثمار، وهي إعطاء الرخصة الذهبية اللي بتصدر من رئيس الوزراء شخصيا وبتجب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعة مشروعات أخرى إحنا بنراها كدولة إنها مهمة ويعني بتساهم في نمو الاقتصاد المصري. هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا وعالميا لإنتاج الطاقة الخضراء. كما شدد مدبولي على أن الدولة تضع العديد من المستهدفات، وسنعرض مدى نجاحنا في تحقيقها كل 3 أشهر في مؤتمر صحفي. الدولة المصرية وقعت على مدار الشهرين اللي فاتوا 6 مذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في خلال المشروعات الكبيرة، لأن الرؤية أن مصر إن شاء الله ممكن تكون مركز إقليمي وعالمي لإنتاج هذه النوعية من الطاقة الخضراء. مصر من الدول القليلة اللي لديها يعني أماكن جيدة جدا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي الدولة المصرية النهاردة بتضع حوافز يعني كبيرة لتشجيع التحالفات العملاقة عشان تدخل معانا في هذا المجال. احنا عدينا مرحلة دقيقة جدا، مهدنا الأرض ببنية أساسية وبنية تشريعية وبنية تنظيمية ومؤسسية، إجراءات الإصلاح الهيكلي اللي خدناها بعد الإصلاح الاقتصادي كل هدفها إنها تيسر الإجراءات وتتيح مناخ أفضل لعملية الاستثمار وانطلاق القطاع الخاص في خلال الفترة القادمة بقوة. وزي ما قلت إحنا بقينا حاطين علينا كدولة مستهدفات وكي بي آيز واضحة، ونقدر ان احنا يعني ده كانت اللي احنا اعلناه، ان كل 3 أشهر هنطلع بمؤتمر ونعلن مدى نجاحنا في تطبيق المؤشرات الكمية اللي احنا وضعناها على نفسنا. We'll be right back.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من الوثائق على هامش انعقاد الدورة 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ. تستهدف هذه الوثائق تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية. وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد الصناعات المصرية بهدف تعزيز إمكانيات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية، والثانية بين المؤسسة وإحدى الشركات المعنية بإنتاج صناعات تحافظ على البيئة. كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لتعزيز دور القطاع الخاص وإصدار السكوك وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير وزيادة إصدار السكوك كأداة تمويلية هامة للقطاعين الخاص والحكومي وأخرى لتحسين الخدمات الطبية في الدول الأعضاء في البنك. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تتم مواصلة أعمال التطوير الجارية بمطار سانت كاترين ومضاعفة الطاقة الاستيعابية المخططة بحيث يخدم 600 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب كما هو مخطط في التطوير. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث أكد رئيس الوزراء أن زيارته للمدينة تأتي لمتابعة سير العمل بالمشروع تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بتطوير المدينة بما يليق بمكانتها لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي معا تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة. وخلال تفقده مكونات مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في إطار جولته بمدينة سانت كاترين، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع موقع التجلي الأعظم يتم تنفيذه لأبناء منطقة سانت كاترين. كما شدد مدبولي أيضا على أن المشروع سيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة للاهتمام بموقع مقدس. من جانبهم توجه عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقع الزيتونة خلال جولته بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد عددا من المشاريع التي يشهدها الموقع ضمن خطة تطوير المدينة وإعادة مظهرها الحضاري استعدادا لجذب الزوار والسائحين. كما تفقد رئيس الوزراء عددا من العمارات بالحي السكني بالزيتونة والذي يشهد إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني بالزيتونة. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. تهدف هذه المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من جميع أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%.
يبحث المواطنون عن سلعة ذات جودة عالية وسعر مخفض، وهو ما توفره المنافذ المقامة في إطار المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والمقامة منذ 15 من شهر مارس الماضي وتمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي البعض أسبوعياً لشراء احتياجات المنزل بتخفيضات كبيرة. أنا على طول باجي هنا، يعني ممكن في الأسبوع باجي 3-4 مرات. كل 3 أيام 4 أيام لما الحاجة تخلص أجي أخذها. سعرها حلو عن برة طبعاً، أرخص من برة بكتير فعلاً. أنا اشتريت أول يوم رمضان حاجات رمضان كلها، وجيت في نص رمضان اشتريت، واللي خلاني باجي كل مرة الحاجات كلها هنا رخيصة. مد المبادرة بشكر عليه الرئيس وربنا يخليه ان هو بخلي الحاجات رخيصة احسن من بره، واللي عاوز يجي يشتري من هنا، كل حاجة رخيصة هنا. المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية اطلقتها وزارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بتخفيضات تصل نسبتها الى 60% وبمشاركة كبار الموردين والتجار والسلاسل التجارية. اول اهتمامات المبادرة تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بضخ كمية كبيرة جدا من المعروض في الأسواق، وأيضا توفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين وأقل عن مسيرتها في الأسواق. الأسعار مخفضة جدا، وكل المنتجات الأساسية اللي بيحتاجها المواطنين من سلع استراتيجية وكلها متوفرة في المعارض الحقيقة. وجود الشوادر في حد ذاتها للجمهور والمستهلكين ده بيدي رسالة للناس كلنا، احنا موجودين معاكم، احنا موجودين بخصومات كبيرة جدا في السلع الغذائية. السلع الغذائية متوفرة، احنا كده موجودين في القوافل اللي هي المتحركة وفي جوي كل السلاسل، بنمد كل سلاسل بالسلع عشان تبيع المنتج بسعر التكلفة لكل المواطن المصري. المبادرة ساعدت معانا كتير ان خفضت الأسعار بنسبة كبيرة قوي، عملت التزام في السوق، ما عندناش مشاكل خالص، السلع متوفرة بكميات كبيرة، القوافل معانا سيادتك بقينا نتحرك بيها نوصل للقرى، الأماكن اللي كانت أشد احتياجاً غطيناها بكميات كبيرة. قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنافذ تشارك في هذه المبادرة، وفرت كميات كبيرة من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها، وهو ما يؤكد هذا الحجم الكبير من المعروض أمام المواطنين. ومع نجاح المبادرة ومد فترتها إلى نهاية عيد الأضحى المبارك، انضمت سلاسل تجارية جديدة إليها، ما ساهم في توسيع قاعدة المعروض من كافة أنواع السلع وزيادة منافذ البيع. احنا الحمد لله قدرنا نوفر السلع الأساسية للمواطنين، سلع غذائية كاملة، يعني الأسعار، المنتجات، الجودة، قبوله على الجمهور رهيب على السلع بسبب الأسعار والجودة. كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي تبنت مبادرة كلنا واحد لفخامة رئيس الجمهورية، واحنا كتجار كلنا فخر ان احنا نشارك في المبادره دي. احدثت المبادره منذ اطلاقها توازنا في اسعار السلع بخاصه الاساسيه في ظل ما تشهده الساحه العالميه من تغيرات تؤثر على اسعارها، لكن وجود المبادره ساعد المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجات باقل تكلفه. مبادره جميله جدا، واذا كان بتدل ان الدوله بتشتغل من فتره على المبادرة ديت وعلى نتيجة إن مخزون السلع يبقى عندنا في الدولة المصرية يعني متوافر حتى في الأزمات. احنا 110 مليون، فتخيل حضرتك مدى احتياجاتنا للسلع الغذائية ال 110 مليون. تمام؟ فإن الدولة تحسش إن في أزمة جامدة والسلع متوفرة، ده مش عاوز أقول لحضرتك إنجاز عالمي. المبادرة من ساعة ما استمرت من 15/3 هي مستمرة لغاية دلوقتي، موجودة بأسعار ما حسيناش بالغلاء اللي موجود. أسعاره كويسة جدا، والحمد لله يعني هي خف علينا حاجات كتير قوي بصراحة في المبادرة، يعني بنجيب منها كل حاجة، والحمد لله يعني بنشكر سيادة الرئيس على اللي هو بيعمله عشاننا بصراحة. يعني المبادرة دي بتشجع ناس كتير إن هي تنزل وتجيب وتشتري، والحاجة يعني موجودة متوفرة وموجودة بكثرة. وتستمر مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ونجحت وما زالت في تحقيق هذا الهدف. تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في 15 من شهر مارس الماضي برعاية رئيس الجمهورية تؤكد على النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، وتتواصل هذه الفعاليات لتلبية مزيد من احتياجات المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 406 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 56 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط قرابة 4 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 605 قضايا، من بينها 200 قضية خبز ناقص الوزن و164 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 118 طن أقماح محلية. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الوحدة الأحدث في العالم. جاء ذلك من خلال قطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط. وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن، موضحا أنه لا غنى عن قناة السويس في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال الأزمات. اعتبر الكريملين أنه حقق بعض أهدافه بعد 100 يوم على بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، منها تحرير العديد من القرى. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن العملية ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها العسكرية الخاصة. إلى نقطة اللاعودة وصلت الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما أتمت اليوم يومها 100، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه في المفاوضات وسط توقعات باستمرار العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. 24 من فبراير الماضي كان شاهداً على إطلاق العملية العسكرية الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين للدفاع عن منطقة دونباس شرق أوكرانيا، بعدما أقر باستقلال دونيسك ولوهانسك قبل 3 أيام من الأزمة وإعلانهما جمهوريتين انفصاليتين. وفي خضم الأزمة أقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على شراء أسلحة لتسليمها إلى كييف للدفاع عن أرضها، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة تم تشديدها خلال 100 يوم الفائتة. الخسائر العسكرية والمادية والبشرية طالت طرفي القتال، فخلال أشهر الأزمة سيطرت روسيا على 20% من أراضي أوكرانيا طبقا لتصريحات الرئيس زيلينسكي، حيث قامت القوات الروسية بتدمير عدد من المدن الأوكرانية والسيطرة عليها، ولعل أهم هذه المدن ماريوبول التي شهدت تدمير ما يقرب من 90% من أراضيها. واستسلمت القوات الأوكرانية داخل مصنع آزوفستال الذي كان آخر نقطة للدفاع عن المدينة لتسقط تماما في 20 مايو الماضي. إلى ذلك تتأزم المفاوضات وتتعنت الأطراف وتتدخل قوى خارجية، وربما تبقى الحرب 100 بعد 100 مع انسداد أفق إعادة إطلاق المفاوضات وأمل في وضع سيناريو يمكن الطرفين الروسي والأوكراني من التوصل إلى حل وسط ينقذ الجميع وينتشل العالم من أزمته. И во исполнение ратифицированных федеральным собранием 22 февраля сего года. In a moment in which
think every citizen in Europe can understand the purpose of the document who wants to increase and strengthen. All your requests and proposals that consider this meeting will be unconditionally obeyed. We are looking forward to the results. And about U.S. support for Ukraine and the Ukrainian people. Thus far, we've provided more than $1 billion. The Kremlin's objectives are not limited to Ukraine. Спільний захист наших цілей. Це важливий елемент саме тієї сили, яка робить свободу. Тому що ми вважаємо, що це не цілі. Приказы закон. Это тот случай, когда мы должны С метою посилення угрупування з території Російської Федерації ворог передислокував дві батальйони тактичної групи із складу 30. Ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар. They want to join the European Union. We've heard it over and over again. I think it's not only our strategic interest, but it is our moral duty to make it possible that they join our European Union and that we pave the path towards our union. Порту нафти з Росії, і я вдячний усім. استقبلت روسيا أكثر من 20,000 شخص بينهم أكثر من 3,000 طفل تم إجلاؤهم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومنطقتي دونباسك ولوهانسك بدونباس وذلك خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيان لمركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أوضح أن إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية وصل إلى 1,615,457 شخص من بينهم 263,004 أطفال. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن امتنان بلاده للاتحاد الأوروبي لتوقيعه حزمة عقوبات سادسة على روسيا تحرمها من أرباح بيع النفط. وأوضح زيلينسكي أن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس في مدينة سيفرودونيسك وأضاف أن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال 24 ساعة الماضية. متوجها بالشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ متطورة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنه يتوقع أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين.
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. ذكرت وسائل إعلام أن العقوبات تستهدف أيضا عددا كبيرا من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام. اتهمت روسيا ألمانيا بزعزعة الأمن الأوروبي عبر إعادة التسلح في الوقت الذي تتحرك فيه برلين لتعزيز إنفاقها على القطاع العسكري على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تنظر إلى بيان المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن اعتزام بلاده امتلاك أكبر جيش تقليدي بين جميع أعضاء حلف الناتو الأوروبيين، على أنه تأكيد آخر على أن برلين حددت مسارا للإسراع بإعادة تسليح البلاد، محذرة من النهاية التي قد يؤدي إليها المسعى الألماني. عززت صربيا علاقتها بموسكو عبر اتفاق لاستيراد الغاز منها. وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده وقعت على تمديد اتفاقية للحصول على شحنات غاز روسي بأسعار مخفضة لثلاث سنوات، مضيفا أنها أفضل صفقة في أوروبا على الإطلاق. أعرب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد بلاده للسماح بنقل الحبوب الأوكرانية إلى موانئ بحر البلطيق في حال السماح لبلاده بشحن بضائعها من تلك الموانئ. خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال لوكاشينكو إن بلاده مستعدة لتخصيص الطاقة المطلوبة في سكاكها الحديدية لصادرات الحبوب الأوكرانية، كما اقترح إجراء محادثات بين بيلاروسيا وأوكرانيا والدول المستعدة لفتح موانيها لتحقيق هدف الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تمر بمرحلة جديدة من التطور، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع أفريقيا. وخلال لقائه رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، أوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأفريقية ارتفع بنسبة تجاوزت 34% في الأشهر الأولى من العام الجاري. من جانبها أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء. أكدت الأمم المتحدة أنها تعمل على الحد من تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي عبر السعي لإطلاق تجارة الحبوب والسلع الأساسية. في هذا الإطار شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الحرب بأوكرانيا تؤجج أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد في الغذاء والطاقة والتمويل، وتضرب البلدان الأكثر ضعفاً. دخلت الأزمة الأوكرانية الروسية يومها 100، ووصلت تداعياتها إلى كافة دول العالم. فخلال تلك الفترة عانت دول كثيرة من أزمة تضخم في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والحبوب، خاصة أن البلدين المتناحرتين هما المصدران الرئيسيان لإنتاج الحبوب في العالم. العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا والعقوبات المالية المفروضة بحق موسكو أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المدفوع بنقص سلاسل الإمداد وسط الانقسامات الجيوسياسية للنظام العالمي الحالي. إمدادات النفط والغاز والقمح والأسمدة والنيكل التي تشمل الجزء الأكبر من صادرات روسيا وأوكرانيا تعرضت إلى انخفاض شديد، مما أدى إلى زيادة الأسعار العالمية لجميع هذه السلع وبالأخص النيكل، والتي بلا شك ستؤدي إلى تضخم الصناعات التي تدخل هذه السلع في إنتاجها. ووفقا لخبراء اقتصاد أكدوا أن نقص الإمدادات سيؤدي حتما إلى تقليل النشاط في صناعات عديدة، وفي الوقت نفسه سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للمستهلكين الذي يقود إلى تقليل النشاط الاقتصادي، ما ينتج عنه خسائر في الوظائف ونزول حاد في أرباح الشركات. الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها النظام المصرفي لكافة دول العالم، مما أدى إلى ارتفاع الفوائد البنكية.
كما أن تدمير بعض البنية التحتية الأوكرانية وأهمها الموانئ أدى إلى تعقيد مشكلات سلسلة التوريد الحالية بسبب الصعوبات التي تؤثر على الطرق البرية والقيود على الروابط الجوية، وكذلك إلغاء طرق الشحن البحري من أوكرانيا. إلى ذلك يحبس العالم أنفاسه ترقباً وحذراً لما ستؤول إليه الأيام القادمة من تحديات وربما خسائر قد لا يحمد عقباها. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن شحنات الحبوب من أوكرانيا توقفت بسبب العملية العسكرية الروسية هناك، وأضاف بايدن أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في ارتفاع الأسعار حول العالم، كما أشار إلى إيجابية إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بشأن زيادة الإنتاج، لكنه أعرب عن عدم ثقته بكفاية قرار زيادة الإنتاج. كان لدينا نسبة عجز كبيرة جدا، وتحت خططي نحن نقلص العجز الفيدرالي هذا العام بنسبة 1.7 تريليون دولار. هذا العام فقط تريليون و700 مليار دولار، وهذا أكبر خفض في التاريخ الأمريكي. وبالمناسبة هذه ليست توقعات البيت الأبيض، فهي من مكتب الموازنة في مجلس الشيوخ. هذا التقدم لتقليص العجز لم يمكن خططه مسبقا، كان ضمن استراتيجيتي الاقتصادية مبنية في التعافي التي لم توقعها بحرب في أوكرانيا. حينها النمو الاقتصادي التاريخي لساعد الملايين من العائلات. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، بعد التحية، 100 يوم مرت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دفعت غوتيريش للتحذير من تأجج أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد، طبعا في الغذاء والطاقة والتمويل، تضرب البلدان الأكثر ضعفا. كيف ترى ذلك في ظل ما نرصده يوميا من بيانات حول معاناة مختلف دول العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل واضح جدا على الاقتصاد العالمي، واللي لسه ما كانش تعافى بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا، وبالتالي الأمر أصبح غاية في الصعوبة. المشكلة الثانية مرتبطة بالعقوبات اللي تم فرضها على روسيا، واللي يمكن ما أثرتش بالسلب على الجانب الروسي فقط، ولكن هي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ارتفاعات شديدة جدا في معدلات التضخم، واللي دفعت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم لرفع أسعار الفايدة، وده يمكن كان جزء مهم جدا تم اتخاذه. كان ليه تأثيراته إلى حد ما على معدلات التضخم، أن يحصل فيها نوع من أنواع السيطرة بعض الشيء، لكن على الجانب الآخر أثرت طبعا بالسلب على عجلة الاستثمار بشكل عام، وبالأخص بالنسبة لي للاستثمارات المباشرة. كمان المشكلة الثانية مرتبطة بحالة من حالات عدم اليقين وضبابية بالنسبة لي المشهد، بمعنى كيف سوف تنتهي الحرب ومتى سوف تنتهي. وضع السيناريوهات كثيرة كلها للأسف الشديد متشائمة بعض الشيء نتيجة موجة التصعيد المتبادلة، وشايفين يمكن كمان حتى الاتحاد الأوروبي مجموعة من الإجراءات الجديدة اللي تم فرضها، يمكن العقوبات الستة اللي تم فرضها مرتبطة بتقليل حجم الاعتماد على الواردات النفطية بأكثر من 90% من الجانب. طيب دكتور علي، رئيس الولايات المتحدة طبعا واللي هي تعد من أكبر اقتصادات العالم يتحدث اليوم عن عجز كبير في اقتصاد الولايات المتحدة وارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم، طبعا رأي حضرتك في ذلك وما تأثيره على البلدان الأخرى؟ الاقتصاد الامريكي طبعا شهد معدل تضخم وصل لحوالي 8.5% في مارس الماضي، وده اعلى معدل تضخم على مدار اكثر من 40 سنه. بيشهده الاقتصاد الامريكي، يمكن تراجع بعض الشيء، وصل لحوالي 8.3% في ابريل بعد الرفع المستمر لاسعار الفايده من جانب الفدرالي. مشكله طبعا بتاثر بشكل واضح. احنا كمان بنتحدث عن واحد من اكبر واهم الاقتصادات على مستوى العالم، ان يرتفع فيه معدلات التضخم بالشكل الكبير دوت اكيد كمان انعكست لنقاط اخرى وجوانب اخرى مرتبطه بالاستثمار، مستوى معيشه المواطنين اللي ابتدى ان هو يتاثر، تكلفه المعيشه، تكلفه الحصول على الغذاء والطاقه.
فدي كلها طبعا جملة كبيرة وعدد كبير من الإشكاليات، واللي كمان جزء منها مش مرتبط بس بالثورة الأمريكية لكن كمان على الجانب الآخر منطقة اليورو، ارتفاعات شديدة في معدلات التضخم تجاوزت 5% الأعلى على مدار 30 عام. فبالتالي يظل مشكلة التضخم هي أكبر التداعيات اللي بأثر على الاقتصاد العالمي بجانب طبعا تباطؤ عجلة الاستثمار والإنتاج. نعم، شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، كنت معنا هاتفيا. ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو الماضي، إذ سجل 73.5% على أساس سنوي. ووفق لبيانات رسمية فقد رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه عاصفة مكتملة الأركان في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد، والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مصرع وإصابة العشرات في حادث تحطم قطار بجنوب ألمانيا. قالت الشرطة ومسؤولون محليون في ألمانيا إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 30 آخرون بجروح خطيرة إثر خروج قطار عن مساره في جنوب البلاد. أفاد المتحدث باسم الشرطة الألمانية بأن القطار الذي كان متجها إلى ميونخ كان ممتلئا تماما بالركاب وقت وقوع الحادث، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن العديد من العربات انقلبت وانزلقت جزئيا على مسار خط السكة الحديد، وذلك شمال منتجع للتزلج في بافاريا. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حظر بيع بنادق هجومية للأفراد، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة المحدد حاليا بسن 18. وأصيب 5 أشخاص جراء إطلاق نار في جنازة بولاية شمال الولايات المتحدة أثناء دفن شاب. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل سيدتين بالرصاص على يد مسلح انتحر بعد ارتكابه الحادث في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية آيوا الأمريكية. الأمن والأمان هدف رئيسي تسعى كافة دول العالم إلى تحقيقه، فبالأمن تحيا الشعوب وبالأمان تتقدم الأمم، شعار تفتقده الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة بعد أن منيت بالعديد من جرائم القتل التي تعددت أشكالها واتفقت في بشاعتها. موقف دفع الولايات المتحدة للسعي من أجل تخفيض معدلات الجريمة التي بدأت في تسجيل أرقام قياسية منذ العام الماضي. فوفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي شهدت البلاد أكثر من 21,500 جريمة قتل. الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه دعا الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حامل السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة. كما طالب بايدن برفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة إلى 21 بدل من 18 عاماً، فضلاً عن رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحة من إنتاج مصانعهم. كانت الولايات المتحدة التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية مرتفع قد اهتزت في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي على 10 أشخاص في شمال ولاية نيويورك و19 طفلاً ومعلمتين في إحدى مدارس تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما، وامرأتين في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية آيوا قبل أن ينتحر منفذ الهجوم. وهو الأمر الذي أدى إلى تأييد غالبية كبيرة من الأمريكيين لسن قوانين أكثر ردعاً للحد من حمل السلاح.
أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على جهود مصر في إطار مسارها للتحول الأخضر وعلى دور مختلف لكل الشركاء والقطاع الخاص، مشيرة إلى إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر يقوم على فكر الاقتصاد الدوار، وإصدار أول طرح للسندات الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع طموح تخضير الميزانية الوطنية، وذلك لتصل نسبة المشروعات الخضراء بها إلى 100% بحلول عام 2030. وخلال إلقائها كلمة مصر في مؤتمر ستوكهولم المنعقد بالسويد، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تجدد تعهداتها التي ظلت ملتزمة بها على مدار 50 عاما، خاصة في ظل التحول الكبير الذي يشهده قطاع البيئة في مصر والاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية التي واجهت بإجراء حزمة من الإصلاحات في السياسات الوطنية البيئية. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم سيكون تحت شعار تنفيذ الطموح، وسيشمل مبادرات رئيسية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادرة عالمية تركز على البيئة والسياحة وتمويل التحول الأخضر. جاء ذلك خلال لقائها المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون المناخ جون كيري في العاصمة السويدية ستوكهولم لبحث أوجه التعاون المختلفة في مجال مواجهة التغيرات المناخية. واستعرضت وزيرة البيئة الرؤية المصرية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتي تتضمن محوري التخفيف والتكيف وسبل تحويل الاستراتيجية إلى خطط استثمارية توفر الفرصة لمشاركة القطاع الخاص مع العمل على توفير احتياجات الإنسان. يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعاليته بأرض المعارض بمدينة نصر، ويأتي ذلك بمشاركة نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطاع الأثاث. في يومه الثالث تستمر فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط لعرض منتجاتهم أمام المواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية. الوحدة تطوير الأعمال دي خدمة جديدة جهاز تنمية مشروعات أطلاقها بهدف أنها تساعد أصحاب المشروعات بشكل عام أن هم يسوقوا منتجهم بشكل أحسن، أن هو يعمل براند نيم خاص بيه. احنا بنتحرك بقى عندنا دلوقتي عربيتين دول عبارة عن مكتب متنقل مجهز بتيم، فريق بيصور المنتجات، فريق بيعمل توعية بالتسويق الإلكتروني، معانا شركاء للجهاز، منصات إلكترونية بنقدر نرفع صور المنتجات عليها. احنا بمناسبة المعرض طبعا عاملين تخفيض في الأسعار، جايبين جودة ممتازة جدا بالنسبة للقماش والأسفنج الخشب زان. دي يمكن المشاركة 7 أو 8، دايما حريصين على المشاركة في معرض صنع بدمياط، لأن المسؤولين والقائمين على المعرض بيتيحوا كل سبل النجاح للمعرض، فبنحاول إن احنا دايما نكون موجودين باستمرار. على مدار 10 أيام يقام المعرض بمشاركة نحو 70 عارضا لعرض منتجاتهم بتخفيضات تصل إلى 20%، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بإحدى الصناعات الهامة التي تشتهر بها محافظة دمياط. احنا كنا رايحين دمياط وبعدين ما شفنا المعرض في التلفزيون جينا بسرعة عشان المشوار والتكاليف هنا كويسة. بصراحة الأسعار النهاردة مخفضة، هم كانوا بيقولوا مثلا سعر يقولوا بعد التخفيض كذا، فطبعا دي حاجة كويسة يعني، وبصراحة برضو يعني الخامات بتاعتهم حلوة جدا. في حاجات فعلا احنا كنا بنتعب جدا عشان نروح دمياط ونلاقيها، أما قربت لينا والأسعار مناسبة جدا، وفي تسهيلات بنكية وفي تنوع كبير جدا في المعرض، قدرت ان انا اخد فكره عن حاجات كتير انا محتاجها في البيت، وبنتي عروسه برضو بجهزها. زمان كنا احنا بنعاني بس من مشوار، فكون ان هو يجي هنا في مدينه نصر قريبه من القاهره وسكان القاهره كلهم دي حاجه كويسه، وطبعا معروفه دمياط بالخشب بتاعها من حيث الجوده ومن حيث السعر من حيث كل حاجه يعني. بقول للناس كلها ان فعلا خساره ان انتوا ما تجوش معرض زي ده، حقيقي والله مش مجامله لكم ولا مجامله للتلفزيون ولا حاجه. هنا بنقول ان المعرض فيه اسعار بصراحه ما كنتش متوقع ابدا ان تبقى الاسعار بالجمال ده. ياتي معرض صنع في دمياط في اطار المبادره الرئاسيه لدعم الصناعه الوطنيه وتشجيع المنتج المحلي واستراتيجيه الدوله للنهوض بصناعه الاثاث التي تتمتع بميزه تنافسيه عاليه وتضم الالاف من الايدي العامله الماهره. جرمين ابراهيم، التلفزيون المصري.
وصلنا الآن إلى وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة مع الزميلة رغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكم ريهام الديب وياسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جمع أن مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن، والتي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. وخلال الاجتماع مع كل من وزير الصناعات المتقدمة بالإمارات سلطان الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية يوسف الشمالي عبر فيديو كونفرنس، أوضحت نيفين جامع أن الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الإسراع في تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي والصناعي المنشود. أهلا بكم من جديد. وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 703 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 20 محافظة بتمويل يبلغ 8.2 مليون جنيه، منها 6.8 مليون جنيه قروضا وفرها الصندوق للمستفيدين و1.4 مليون مشاركة من الصندوق في تنفيذ المشروعات، ليبلغ بذلك عدد المشروعات التي مولها الصندوق منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو الماضي 2752 مشروعا باستثمارات 31.7 مليون جنيه. وأعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن ذلك يأتي في إطار لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات. إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في شهر ليصل إلى 1871.28 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 9 مايو الماضي. محليا وصل عيار 18 إلى 869 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1014 جنيها للجرام، عيار 24 وصل إلى 1185 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8112 جنيها. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد قرار مجموعة أوبك بلس بزيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلا مما كان متوقعا، إلا أن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب كبح الخسائر، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 116.76 دولارا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 115.99 دولارا للبرميل. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 22% لتصل إلى 34% دولارات للتر، في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 20% لتسجل 8.47 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة لوضع رهانات بخصوص تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية، بينما يستعدون لأي تغير في موقف المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع المقبل. وشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب على نطاق واسع بالأسهم المدرجة فيه دفعته للارتفاع 4%، مما وضعه على مسار لمحو كل خسائره الأسبوعية تقريبا. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى ريهام وياسر، إليكم. شكرا لك يا رغدة. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفريق الراحل محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق. ويعد الفريق محمد العصار قيمة وطنية عظيمة حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة. الفريق محمد العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة. ولد الفريق محمد سعيد العصار في مثل هذا اليوم 3 يونيو من عام 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية التي تعلم فيها الكثير من الانضباط والالتزام والتفاني في حب الوطن والتضحية من أجله. وخلال حياته سجل الفريق العصار تاريخا حافلا في خدمة الوطن عسكريا ومدنيا، فكان أحد الأبطال الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر المجيدة، كما لعب العصار دورا هاما في أهم الأوقات الفاصلة في تاريخ مصر التي كان أهمها خلال فترة ثورة 25 من يناير من عام 2011، حيث كان وقتها مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة. ولم تتوقف مسيرته الحافلة عند هذا الحد، بل ساهم كذلك في حركة التنمية التي شهدتها الدولة في كافة المجالات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة مصر، التي طالما وصفها العصار دوما خلال تصريحاته بمرحلة العبور الثاني في تاريخ الوطن. وخلال مسيرته تقلد الفريق العصار العديد من المناصب الهامة التي أثبت براعته فيها وأدى دوره خلالها على أكمل وجه ليصبح أحد الرموز البارزة في تاريخ الوطن. وتكللت جهود الفريق العصار بتكريمه من الرئيس السيسي ومنحه رتبة الفريق فخري ووشاح النيل تقديرا له ولتاريخه الكبير. وفي 6 يوليو من عام 2020 رحل الفريق محمد سعيد العصار عن عالمنا تاركا خلفه مسيرة وطنية عظيمة. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. رئيس الوزراء يستعرض رؤية المرحلة الجديدة للاقتصاد بدعم القطاع الخاص، ويشهد توقيع عدد من مذكرات تفاهم في هذا الشأن. قناة السويس تشهد عبور أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال، والفريق ربيع يؤكد أنه لا غنى عن القناة لدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية. بعد 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا، الكرملين يتوعد بتحقيق مزيد من الأهداف، والأمم المتحدة تحذر من تداعيات الأزمة. وصلنا إلى ختام نشرة 6 على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد. إلى اللقاء.